تخيلوا تفيقوا الصبح مش عارفين انتو مين ولا انتو وين. الألزهايمر مرض مرتبط بتلف خلايا الأعصاب بالدماغ. المصابين بالمرض أعمارهم فوق 65 سنة، بيفقدوا التركيز، بينسوا ماضيهم، بينسوا تاريخهم. 48 مليون مريض بالألزهايمر حول العالم. خطورة المرض مش بس على المريض وعلى المحيط كمان، ممكن يحرق البيت، ممكن يتعرض للأذى كل يوم. فقدان للذاكرة بشكل تدريجي، صعوبة القيام بالأعمال الروتينية، نسيان الأشخاص وحتى المقربين، تغييرات بالسلوك والمزاج، هيدي هي الأعراض. موت خلايا الأعصاب بالدماغ هو السبب الرئيسي بهالمرض، حتى تسمى مرض الأعصاب، خاصة لما يقل حجم المخ الكلي مع التقدم بمراحل المرض. ممكن يصاب المريض بالتشوشات وهلوسات وأصوات بيفتكر إنها موجودة، حتى الرؤية مش منيحة. علاج كلي لمرض الألزهايمر ما فيه، في مسكنات بتقلل تدهور الحالة، مطالعة الكتب والرياضة الفكرية ممكن تساعد كتير. مرضى الألزهايمر مش مذنبين، ما تنسوهن عكبر، هني ما نسيوكن عالصغر.